محمود صبحي. مساء الخير يا محمود. الو. مساء الفل يا ابو حميد. الو 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 الو، سمعني؟ تمام. اولا بحييك. الله يخليك يا استاذ. انت في انهي لجنه؟ انا في لجنه 7. مركز ايه؟ مركز المحله الكبرى. ايه اللي خلاك تنزل الاستفتاء النهارده؟ اللي خلاني انزل كده حبا لمصر، واسمع واسمع حس للدستور، وحبا لرئيس مصر. محمود، اللي انت عملته عمل لسه بقول ان انا بقبل راسك، لانه اللي انت عملته كان ممكن ما تروحش، ومحدش هيقول لك ما رحتش ليه محمود نتيجه لظروفك يعني. لكن قررت ان انا اروح اشارك في الدستور كمان. محمود، ممكن تحكي لي على ظروفك؟ يعني ايه يعني انك مين اللي وصلك النهارده؟ مين اللي وداك اللجنه؟ اللي وداني اللجنه كده، اللي انا بعد ما صحيت من النوم قمت فطرت وطلعت بره، لقيت عيل صاحبي بيقول لي تعالى نروح ننتخب. خدت ورحنا، ولقيتهم انتخبوني. اول ما شافوني بكتب برجلي قاموا مصوريني. وبعد كده بقى كل شويه يرنوا عليا بقول لي اتصورت مره مع المستشار اسامه. وجيت قعدوا صورني كل شويه. قول لي محمود، انت اول مره تشارك في انتخابات؟ شاركت قبل كده ولا دي اول مره؟ دي اول مره. اول مره. انت قلت يعني من غير ما اسالك، انت رايك مع التعديلات؟ رايح للتعديلات تأييدها يعني، ولا رايح ضدها؟ يعني رايح تقول نعم ولا رايح تقول لا؟ نعم. رايح تقول نعم. حضرتك عارف التعديلات يعني، تابعت التعديلات اللي على الدستور اهميتها ايه للبلد؟ محمود، انا يعني قلت ان انا يعني ان انا اوصل لك. وصلنا لك طبعا، بحييك، وتحياتي لاسرتك، لان انا كمان بحيي اسرتك بصراحه. في سنه كام يا محمود؟ ممكن تقول لي؟ خلي محمد، قول لمحمد ايمن خليك معاهم عشان الو. انا في ثالثه استاذ، في ثالثه. سنه ثالثه. طيب، مش عايز تقول رساله؟ عايز يعني، لانه الناس كلها بتحييك يا محمود، انه لما شافوا صورتك النهارده الناس كلها بتشكرك انك نزلت بتأدي دورك الوطني مع البلد. محمود، بشكرك شكرا جزيلا يا محمود، وان شاء الله مره كده هشوفك باذن الله زي ما قلت على الهوا عشان ابوس راسك على اللي انت عملته. بشكرك شكرا جزيلا محمود صبح ثابت من محافظة الغربية، وده الشاب اللي كنا بنشوف صورته من شوية، ظروفه طبعا، وهو طبعا راح مع واحد صاحبه قال له تعالى نروح، فنزل معاه، وزي ما حضرتك شفته هو زي ما قال رأيه، نازل عشان ايه؟ نازل عشان ايه؟ قال رأيه بصراحة. خلينا مرة تانية يوسف، وانا بتكلم على القرية الذكية، عشان لانه في ناس كمان، اللجان اللي موجودة في القرية الذكية، اللجان اللي موجودة